بتدور على السلام. بكرة بتكتب على الحيطان. بكرة بتكتب على الحيطان. أنا متأسف أنا جبان. أنا متأسف أنا جبان. المطالبة بالانسحاب الفوري من المفاوضات وعدم القبول بخطة كيري التي تنحاز بشكل واضح للمصالح الإسرائيلية كانت تلك أبرز الشعارات التي نادى بها اليوم ممثل الفصائل الفلسطينية اليسارية في مسيرة نظمت وسط رام الله. نرفض اتفاقية الإطار التي يخطط لها كيري، نرفض المساس بالثوابت الوطنية، ونقول له أيضا أن تمديد المفاوضات فيه خطر كبير على قضيتنا الفلسطينية. تمديد المفاوضات يعني مزيد من نهب الأراضي الفلسطينية. هذا اعتصام للقوى التي تعارض والفصائل اليسارية التي تعارض المفاوضات، والتي تؤكد بأنه يجب أن ننسحب فورا من المفاوضات، وأن يتم التوجه مباشرة للمؤسسات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة الاحتلال وملاحقته، ومطلوب من القيادة أن تحمي أبناء وبنات شعبها عبر حماية مقاومتهم ووقف كل أشكال التنسيق الأمني. المشاركون في المسيرة طالبوا أيضاً بوقف التنسيق الأمني وعدم الاستمرار في مفاوضات لم تثمر شيئاً منذ 20 عاماً، في وقت تزداد فيه الهجمة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، متمثلة بهدم البيوت والاعتقال وبناء الجدار والتهام الأراضي. هذه المفاوضات باتت أنها فعلا عبثية، وباتت فعلا أنها تغطي على ممارسات إسرائيل على الأرض، لأن المفاوضات الحقيقية تجري في الاستيطان وتجري في القدس وتجري وليست تجري في واشنطن. اللقاء الأخير الذي جرى بين الرئيس أبو مازن ورئيس الولايات المتحدة يقول فيها أوباما بأن عليكم تقديم تنازلات صعبة، ماذا تعني هذه الجملة؟ النتيجة صفر زي كل مرة، يعني أنه التفاوض التاريخ بيكرر نفسه فقط لا غير، يعني المفاوضات فيش منها نتيجة. وطبعا احنا بنطلب من الرئيس أنه ينسحب منها ويرجع على فلسطين وستوب خلص بكفي. وبحسب رأي المراقبين فإن قبول القيادة الفلسطينية باتفاق الإطار أو تمديد المفاوضات من شأنه أن يخلق انقساما سياسيا جديدا في الساحة الفلسطينية. خرج الفلسطينيون اليوم يطالبون الرئيس بوقف المفاوضات التي وصفوها بالمفاوضات العبثية في ظل تصعيد الاحتلال لجرائمه في الأراضي الفلسطينية، كان آخرها استشهاد الشهيد يوسف أبو عكر في مدينة الخليل. من مدينة رام الله، فرح زحالقة، تلفزيون وطن.